التعديل في الإجراءات الفنية في المناطق قاعدة مستقرة.
تحكيم الإجراءات خلل في الضمانات. نحن نعاني خلل في الضمانات، نحن نعاني خلل في الإجراءات، نحن نعاني اضطهاد، نحن نعاني إقصاء، نحن نعاني إهدار حق. والمحكمة باعتبار أن هذه هي خطيرة، أمسكت المحكمة في تل أبيب القضية عن حقي على المنصة، أقوم من المنصة وأعتقد المنصة مطلقة أن تمكنني من حقي في إجراءات عادلة تشعرني بالعدالة والضمانة الحقيقية. طبعاً معي اشتراك مع الاستمرار حاسم الثامين، لأنه روحوهم رغم الحبس وروحوهم رغم الاستئناف. يبقى هنتصرف بطريقة قانونية. أتمنى وأنا واثق أن المحكمة لن تسالك هذا اتجاهها، أن يطبق القانون بحذافيره وتظاهره قبل مفهومه وإجراءاته قبل القاعدة الموضوعية فيه حتى يطمئن الناس. القضية مش قضية وحدة الواحد، القضية قضية سلطة قتلت شعب لأنه قام يطالب بحقه بالمخالفة في القانون والإجراءات، بل حتى لو مش هيتجوز إيه اللي لابسه؟ ولا يتخلص الأبواب القضية.